بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المسألة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تليت علينا ثلاث آيات من سورة الحجرات فيها حق المسلم على أخيه المسلم أدب يسمونها أدب اجتماعية وأدب يعني الأخوة وحقوق الأخوة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فده أدب للمؤمنين ألا يسخر بعضهم من بعض، ربما يكون المسخور منه ده أفضل من الايه من الساخر عند الله سبحانه وتعالى. وربما مقاييس الناس بتهتز وتختلف ويكون ميزان الناس غير الميزان عند الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناحي بعوضة. عظيم يعني عند الناس، هم عند الناس عظيم وفخم وخلت بالك ويخاطبونه بالألقاب، لكن عند ربنا لا يساوي جناح بعوضة. فاحذر من السخرية، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. وبعدين ولا نساء من نساء، ما إن هنا النساء ممكن يدخلوا في القوم، لكن ربنا ذكر النساء بعد ما ذكر القوم، قيل من باب ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على أن المرض ده ممكن يكون شائع عند النساء أكتر. خلت بالك، ولا نساء من نساء، يعني انتبهنا يا معشر النساء أن ممكن يكون المرأة بتتساهل في هذه المسألة أو هذا الأمر فاشي في النساء، وده أمر مشاهد، النساء بيتكلموا أكثر من الرجال، فالسقطات عندهم إيه؟ عندهن أكثر، صح ولا مش صح؟ وهو من كثر كلامه
كثر لغطه ومن كثر لغطه كثر سقطه. صح؟ كلم كثير يبقى هيتكلم كلام ملوش لازمة كثير وبالتالي هيسقط كثيرا. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. دي أداب في اللسان، أداب في اللسان. عسى أن يكن خيرا منهن. وبعدين إيه؟ ولا تلمزوا أنفسكم. يعني إيه لا تلمزوا أنفسكم؟ اللمز والهمز. ويل لكل همزة لمزة. اللي بيلمز دوت اللي هو يشير بعينه أو يشير بيده إن فلان ده إيه؟ مثلا قصير أو ضعيف أو فقير أو ما بيفهمش، أي إشارة أو تحريك يد أو بالعين يعني فيها لمز من فلان وتنقيص من حقه. وبعدين ولا تنابزوا بالألقاب. خدت بالك؟ يعني ده أدب في التعامل. يبقى ينبغيش احتقار المسلم ولا السخرية منه ولا تنقيسه لا بلمز ولا بتسمية بلقب معين يكون بيكرهه. وجاء في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فكان لكل رجل منهم اسمان، اسم يحبه وآخر يكرهه. فلما ينادي واحد باسم يقول له رسول الله ده بيكره هذا الاسم. فنزلت هذه الآية تؤدب المؤمنين. وإحنا للأسف بنشوف الموضوع ده وما يكون فاشي في طائفة كثيرة من الناس يقعدوا يسموا بعض بأسماء قبيحة. خدت بالك؟ اسم قبيح ويناديه ويلقبه بلقب سيء حتى يا أخي يكون اسمه شريف، ها اسمه من اسم الأسماء الأنبياء أو معبد لله وتلاقيه بيسموه اسم قبيح. يبقى إنسان اسمه محمد مثلا، اسمه عبد الله، ها يسموه كده أسماء قبيحة. فده منهي عنه. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فإزاي اللي أنتوا تختاروا الفسوق على الإيمان؟ لأن دي من أخلاق الفسق ومن أخلاق المجرمين أن هم يتنابزوا بالألقاب ويلمزوا ويسخر بعضهم من بعض ويسبوا ويشتموا. ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. أخلاق راقية جدا، دي أخلاق الإسلام. ارتقاء بلسان العبد بمعاشرته لإخوانه، كيف يعاشرهم بالمعروف، ها كيف تكسب الناس. ها لذلك من المستحب عند السلف أن تنادي أخاك بأحب الأسماء إليه وأن تفسح له في المجلس. ها فتشوف له وهو بيحب إيه. يعني واحد اسمه مثلا حسين وعنده ولد اسمه مثلا محمد، يحب تقول له أبو محمد أحسن ما تقول له حسين، قول له أبو محمد. ترى هو بيحب الايه؟ بيحب الاسم ده، أنت واخد بالك؟ أو يحب هذا اللقب. فينبغي على المسلم أن يعتني بروابط المودة بينه وبين إخوانه، ويعتني أيضا بقواطع هذه الروابط. كلام السيء والسخرية والغلظة والجفاء هذا يقطع روابط المودة والأخوة بين المؤمنين. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وبعدين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. صح؟ تاخد بالك؟ اجتنبوا كثيرا من الايه؟ من الظن. ما قالش اجتنبوا الظن أو كل الظن. ليه؟ قال لك لأن أصلا الظن ده بأمر يعني بيتردد في نفس الإنسان بحسب الهيئة والواقع اللي قدامك، فممكن يظن ظن في محله. ولذلك العلماء بيقولوا إيه؟ ظن السوء بأهل السوء ليس من السوء. ظن السوء بأهل السوء ليس من السوء. يعني أنت حضرتك مثلا بتبص من الشباك بالليل لقيت واحد معروف أنه حرام جاي الساعة 2 بالليل ماشي في الشارع، هتظن بإيه؟ راح يصلي الفجر مثلا؟ ها؟ أكيد جاي إيه؟ بيدور على رزقه زي ما بيقولوا كده، صح؟ ها؟ جاي يسرق، فأنت هتظن به ذلك، ده حرام عليك؟ مش حرام، هذا ليس حراما، لكن تظن السوء بأهل الخير، بأهل الصلاح، ها؟ إنسان معروف عنه الخير، معروف عنه طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يؤذي المسلمين، لما تظن به السوء يبقى ده أمر إيه؟ منكر، يبقى ده خطأ منك. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقالوا أيضا من الظن المذموم الظن في غير ريبة. الظن في غير إيه؟
ريب. في بعض الناس بيبقى عندهم درجة عليه من الوسواس، ربنا عافينا، يشوف أي حركة، يشوف أي حاجة، بس عنده بقى إيه وساوس كتير، مش يمكن بيفكر ده تلاقيه عايز يعمل فيه حاجة، ده تلاقيه. طب أنت شفت ريبة؟ شفت خطأ؟ ما شفتش. واحد بيتكلم في التليفون يقول لك بس بيتكلم علي. طب ليه بيتكلم عليك؟ ليه ظن السوق؟ ها، يشوف امرأة بتتكلم في التليفون يقول لك بتتكلم واحد. طب وليه ظن السوق؟ ها، فالظن ده بيفسد العلاقات بين الناس. وفي الغالب لما الظن ده يتكرر ويستقر في النفس يدفع الإنسان لنوع من التجسس، صح؟ ونوع بقى من إيه؟ محاولة الإيقاع بالغير. لذلك ربنا أدب المؤمنين، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. ما هو ظن حيرتب عليه تجسس، يبقى اقطع الظن. طب وقع في قلبك ظن، ما تعملش بإيه؟ بدوافع هذا الظن بقى، الظن هيدفعك للتجسس؟ لا، لا تتجسس، ولا تجسسوا. بعدين أدب عالي خالص، ولا يغتب بعضكم بعض. أتدري ما الغيبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. خد بالك. قالوا: يا رسول الله، وإن كان في أخي ما أقول؟ ده هو في الصفة دي. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ناس كتير ما تعرفش عن الغيبة. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا شغالين بالهم أن ذكرك أخاك بما يكره ده إيه؟ ده من الغيبة. قل: إن كان في أخي ما تقول، ما نقول. خدت بالك؟ ولأن بعض الناس لما يغتاب واحد ويذمه ويقعد يقول عليه كذا وكذا وكذا، يقول له: يا أخي ما تقولش كده، بلاش تغتاب. يقول لك: لا والله ده فيه، أنا ما قلتش حاجة عليه. ما هي دي الغيبة، هي دي الإيه؟ الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان في صفة قبيحة، في طريقة كلام، ها، في حركة معينة، أو نسب معين. عام ذكرك أخاك بما يكره. في واحد من الناس يقول لك: طب ما أنا بقول في وشه. كمان بتقول في وشه؟ ما دي مصيبة تانية. يعني تقول في وشه وتقول من وراء، يبقى بتأذيه مرتين. مرة في وشه ده إيذاء شديد بتواجه المسلم بما يكره، ومرة من وراء تبقى إيه؟ غيبة. طب إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني افتريت عليه الإيه؟ الظلم والكذب. ها؟ فلا يجوز اغتياب المسلم لا بطريق مباشر ولا بطريق غير مباشر. واحيانا الغيبه بتطلع في طريق ايه؟ بطريق غير مباشر. يقول: ده يا فلان ده ربنا يرحمه، ده غلبان، قصده يعني ما بيفهمش، يعني خدت بالك؟ قصده ما يعرفش اي حاجه، ها؟ فبيطلعها في صوره ايه؟ قال يعني مشفق عليه، يعني غلبان وبتاعه. فاللسان آفه ضخمه والله، محتاج لمعالجه. ها؟ كان بعض السلف بيقول يعني: ما علقت شيئا أشد من لساني. يقول: ما شيء أحق بطول حبس من لساني. واحد من السلف جاهد نفسه بمسألة الغيبة دي، بيقول إيه؟ فاكر أنت؟ بيقول: جاهدت نفسي في الغيبة، كلما اغتبت أحدا صمت يوما، كل ما اغتب واحد أصوم يوم. بيقول: فأكثرت من الصيام ولم أترك الغيبة، فعاهدت نفسي كلما اغتبت احدا تصدقت بدينار، دينار ذهب، فمن حب الدنانير تركت الغيبه. خدت بالك؟ حب الفلوس خلتني اسيب الغيبه. الشاهد ان الواحد فعلا محتاج يجاهد نفسه، ان حق المسلم كبير، ما ينفعش الواحد يغتابه ولا يطعن فيه. ذكر رجل مسلما بسوء عند ابن سيرين، عند محمد بن سيرين. فمحمد بن سيرين بص له كده قال له: غزوت الروم؟ قال: لا. قال: غزوت الفرس؟ قال: لا. قال: غزوت الترك؟ قال: لا. قال: غزوت الديلم؟ قال: لا. قال: سلمت منك الفرس والروم والترك والديلم، ولم يسلم منك أخوك المسلم. يعني ما حاربتش كل دول جاي على المسلم، ها؟ فيعني أخوك المسلم إن لم تمدحه فلا تذمه، إن لم تمدحه فلا تذمه، وإن لم تنفعه فلا تضره. ما عرفتش تنفعه ما تضروش، عرفتش تمدحه ما تذموش. ها، شوف بقى تشبيه الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ شوف التشبيه، تحب تأكل لحمه ميت
يبقى ميت قدامك كده تعض وتنهش في لحمه، أهي دي الغيبة بقى. تشبيه إيه غاية في القبح للإنسان المغتاب. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقام الحد على ماعز وهو منصرف من إقامة الحد، تكلم رجلان في حقه، فقال أحدهما: لم تطاوعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. رجم رجم ليه؟ الكلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلمة وتنه ماشي حتى وجد جديا ميتا منتفخ من الايه؟ هات لك من العفانة، ميت بقاله فترة. فناداهما قال: انزلا فكلا من هذا. قال: سبحان الله يا رسول الله، وهل يأكل من هذا أحد؟ قال: ما نلتما من لحم أخيكما آنفا أشد من هذا. خدت بالك؟ آه الله، أمر خطير. وأحيانا نحن يعني نستسهل مسألة الكلام ونقعد نتكلم على فلان وعلى علان بدون حق، فهذا أمر خطير ينبغي أن نتحرز منه وأن نجاهد أنفسنا في إمساك ألسنتنا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، اتقوا الله، تعملوش المعاصي والذنوب وهذه الكبائر ربما يعني يستسهل فيها الناس. إن الله تواب رحيم على من يتوب عليه، نسأل الله أن يتوب علينا. وبعدين إيه؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يبقى كله زي بعضه، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، عشان يحصل بينهم تعارف ويحصل بينهم تزاوج وتتم مصالح العباد بهذا التعارف، لأن الإنسان مدني بطبعه. بس اعرف تعلم نقطة مهمة جدا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ما في أحد لو بيحب يبقى كريم، صح؟ يعني كريم في قوم يعني له وجاهة، كل الناس حريص على الوجاهة دي، حريص على المنزلة دي. الصحابة جم للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال لهم: أكرم الناس يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال: عن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا تعلموا. وقال صلى الله عليه وسلم: الكرم التقوى. الكرم إيه؟ التقوى. إذا أنت عايز يبقى لك منزلة، تتقي الله سبحانه وتعالى، تتقي الله يبقى لك منزلة في الدنيا وفي الآخرة.